لك انتي شو دخلك بهالقصة؟ ليش جبتيها لهون؟ يعني معقول اتركها لحالها بهيك ظرف؟ تصطفل، انتي طلعي من هالقصة. ما دخلنا، تركيهم ينبعوا بالعزة. يا ويلنا من هندا اذا عرفت انه البنت عنا. امي تذكري انه كل ما كنت فوت بمشكلة كان مهند يوقف جنبي. يعني مو معقول هلا ادير ظهري وانسى كل شيء. وقت انفصلنا انا ومؤيد كان واقف بصفي انا. انا واجبي رد له المعروف. مهند بيستاهل كل خير. هلا اهلها رح يزعجونا اذا عرفوا انه بنتهم عنا. لا مو صح؟ بعدين هن منو بدهم يعرفوا انه هون؟ اه منك جميلة. رح تعملي لي مشكلة. لا 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 تخافي. اصلا ما رح تطول. كلها كم يوم وبيجي مهند بياخذها على مكان تاني. الله لا يردهم. سمرة؟ عندك حبة مسكن؟ حاسة راسي عم يوجعني. انتي روحي ارتاحي انا هلا بجيب لك اياها لعندك. بتحبي اجيب لك شي تشربي؟ شاي قهوة شو بتحبي؟ طيب اذا بتحبي الزهورات حفوت اغلي لك هلا. الله يخليكي لا تبكي. الله وكيلك سألت إذا بتشرب شيء مو أكتر. تفضل. يسلم. تعملوا عملتكم وبعدين بتصيروا تبكوا. لازم تفكروا منيح قبل ما تتصرفوا بأي شيء. هاد درس لتتعلموا تفكروا قبل ما تعملوا أي شيء. أمي بكفي. من غير شي البنت متضايقة من الموضوع. فكري بأهلها هلا. الله أعلم كيف بتكون حالتهم. أكيد بيكونوا دايبين ومحروق قلبهم عليها. يعني بنتي لا تواخذيني بهالكلمة. أهلك كبروكي لحتى يفرحوا فيكي، مو لتروحي تتزوجي من ورا ظهرهم. معهم حق. مو معقول يقبلوا بهالسهولة. طبيعي يكونوا لسه متفاجئين بالشي اللي عملتيه معهم. عم حط حالي مكانهم. الله لا يجربنا. يي منيح اللي لساتهم بعقلهم. عم اتخيل جميلة تجي شي يوم وتقلي انا تزوجت. ايه والله بحسب الله ما خلقها. والله عن جد بس الله لا يقدر. الانسان باول حياته وهو شاب بيرتكب كتير اخطاء، ما بيفكر بعواقب الامور. الشباب مندفعين ومتهورين، ما بيعملوا حساب للمستقبل ابدا. يي بيفكروا الحب هو كل شي بالدنيا، بس بعدين بينصدموا بالواقع. بالأول بيفكروا حالهم عايشين قصة حب خيالية. بيكونوا لسه مو عيانين على شي، مبسوطين طايرين من الفرح. بس بعدين بتبلش مشاكل الحياة. ساعتها ببلش العذاب، ووقتها بيكون اللي ضرب ضرب وبتروح عليك.
وين سمرة؟ يلا خدوا هدول الاغراض وما بقى بدي اياكم ببيتي. عم اقول لك سمرة وين، احكي. لا تتدخل بهذا الموضوع ولا بقى تسال عنا. ولك انت مين لتحكي معي بهالطريقه؟ ما بدي حدا يطلع صوته عندي بالبيت هون. يعني اطلعوا تناقشوا برا. شو شكلك معصب؟ معلش روق شوي. اسمع رفيق بيك، سمرة مرتي وانا المسؤول عنها، فهمت علي؟ اوعى تفكر انه ممكن ترجع. بعدي لي لاخذ الاغراض. ايه فوتوا، يا ريت تطلعهم كلهم معك لانه ما بدي ولا غرض الهم. ماشي خلص رح اخذهم. اوعك تفكر انه القصه انتهت هون. انت بدك تسلمنا البنت، فهمت ولا لا؟ الشغله مو على كيفك. انتوا قلتوا انكم ما رح تسامحوها، حتى هددتوها وقلتوا لها انكم رح تقتلوها بالاخير شو ما كلف الامر. كيف بسلمكن ياها بعد ما سمعت الحكي؟ لأني رح كون موجود، هذا كل شيء. يلا تصبح على خير حجي.